يا مناع. اخيرا شفت حد. الحمد لله على السلامه مناع. الله يسلمك. امال فين همام؟ قلبت عليه الدنيا مش عارف غار مني فين. امال نسمه شافته معاك كيف؟ انا ما شفتش نسمه ولا شفت حد. بتقول شاف الطبق الحلاوه عرفت انك عوت، طلعت تبص عليك لقيت همام معاك، راحت معاوده. وي 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 اصلا نسمه ما بتطيقش همام ولا بتحب تشوف خلقته، فيمكن حس ومشى مش عارف زوغ مني فين. مناع يا مناع، همام بيقول لك ابقى اجيب له شنطته معاك. شفته فين؟ قابلته على الطريق وقال لي وصلني لاخر الاسفلت. واد مخه جزمه، الظاهر انه شك فيه اكون بسحبه عشان اقتله ولا حاجه. الظاهر كده برضك، لانه كان عمال يقول لي رجعني واستاهلي ابقى في امان. وليه همام يفكر كده؟ هو عمل حاجه يستاهل عليها القتل؟ عمل، دخل الخواجات وسطينا. غوروا يا عيال، غور غور، بلاش كلمة حي. غوروا يا عيال، غور غور، بلاش كلمة حي. امشي يا ولد من اللي كليه، غوروا يلا. خبر يا ام جميله، باقيلي 10 بيوت وانك وفيت بالوعد. وعدي ايه يا اختي؟ وعدي اللي جاي، هو قال لي افوت على كل بيوت البندريه، ارقص قدام كل بيت شويه علشان يرضى عني ويرجع لي فلوسي. يا مره اختشي. طبل طبل، خليني ارقص وامشي. طبل طبل، خودها يا اخوي، اعمل اللي هي عايزاه، خليها تغور. خوات انت كمان؟ طبلي طبلي، خليني ارقص، خليني ارقص. هناك يا سمان. وقف رقص، وقف رقص يا وليه. وسع راجل انت، وسع بنت منك ليه؟ وانت يا راجل يا جزمة يا ابن الجزمة، مش هين عليك تضرب العيال يا عديم الإحساس؟ فوتي قدامي، فوتي. انت يا حبار، انت اللي مسلط علي علشان ما رجعش فلوسي. لكن انا باقي لي 9 بيوت بس، وبقى وفيت بالوعد، وعدي اللي ديار. لا طلع من تربته عشان يقول لك ترقص لي اهل الناجح. يا خانجي قومي قدامي، قومي وديني نص على خبرك. قلت لك اطبر ده راسنا. تعال ادخلي، ادخلي جوا، فضحتيني وجرستيني. ادخلي جوا، ادخلي جوا. سلامتك. الهي ما تشوفي سلامه لا انت ولا امك. يما يا رقيه تعالوا هنا. في ايه؟ كيف تخلي الولايه المخلوله دي تطلع برا البيت وتعمل عمايل السودا دي؟ انا مش كنت قافل عليها؟ اسال بنتها اهي، دي كانت مجرسانه وهي محبوسه، وكانت بترجع كل صوت وصوت تنب لي فيها بالنار. الناس قالوا وشنا يا ولدي، قالوا ان ربنا بيحاسب اللي بيحبس قطه، ما بالك ببني ادم. احنا طالبينها علشان يعذرونا، قلنا يذوقوا من المرار اللي احنا مكويين منه. دي كانت بتتلوى قدام الناس ولا الغوازي، كان ناقص تشلح. ما هي طول عمرها فاجرة. أمي مش فاجرة، واللي سابها ممكن يسيبكم. سيبوها في حالها، حرام عليكم، حرام عليكم. حرمت عليك عشتك يا بعيدة، مش لدد عليك الحديد دي. خد أمك وانكشها من هنا. ديان الحق يا ديان، الحق مرحبا، اطلع لولد أخوك علم الرباية، لا حتى سبعهم حسك اللي بيرش البيت. دياب دياب، سمعت الرعد يا وليه يا مخلولة؟ طب يمين بالله لكون أنا اللي مدويك بيدي. جري البطاطس دي مالها؟ سيق عليك النبي يا نسمة، دورين على حتة بطاطس واحدة مش محروقة. بصراحة البطاطس اللي بتعملها أمي ما فيش أحسن منها، بخليها أتعلمك. مش نقصر خامتك انت كمان، اطفح وانت ساكت، واللي مش عاجبه ما ياكلش. ها
أنا اللي محيرني إزاي البطاطس تتحرب والفراخ ما استوتش. كان عقلك فين يا نسمة؟ ما قلت لك أنا أشوف اللي اسمه همام ده يركبني 100 عفريت ودم يتحرق. معرفش أخويا جابه مياه ليه. قدر يا بنت أبوي، لقيته على الطريق، لو هملته أبقى قليل الأصل. وهي دي ناس بتعرف الأصل ولا بتصونه؟ قصدك إنه خسيس؟ وماله؟ ما هالخسة مش غريبة عليهم برضك. أقوم أغسل يدي. وليه المسجة؟ الحمام عندك جوا. همشي رجلي. وابقي حصليني بالفوطة يا نسمة. حاضر يا أخوي. ألو مناع، وشو مقلوب كده ليه؟ شكله متغير من وقت ما جه. حتى أول مرة ما يسألنيش عملت إيه في اليومين اللي فاتوا، ولا حتى سألني عملت إيه مع المقاول. يبقى في حاجة تانية هي اللي رجعته. كلكم هيبة. الفوطة يا مناع. همام عمل معاك ايه؟ اوعي تكذبي. ولا حاجه، ده انا شفته من بعيد بس اللي كلمني ولا كلمته. امال ليه كدبتي على جوزك وقلت لي انك شفتيني وياه؟ خفت اقول له اني شفت همام وحدي يقوم يعني عقله يروح لبعيد، فقلت اكسر الشر واقول له اني شفته وياك. هروب همام بيقول انه عمل حاجه عفشه وخاف مني. انا اعرفه زين. خلاص لما تشوفك اسأله هو هرب ليه. طب روح انت. ايه خبر ايه يا ولد اخوي؟ عقلك شتت ليه؟ اقول لك ايه يا عمي، انا عايزك توقف معايا لحد ما ازمتي تعدي. ازمتي كف الله الشر. فلوسي وتجارتي حتى مرتي وعيالي كلهم في خطر إذا ما عودش أزرع المخدرات تاني زي زمان. للخواجة بيني برضك؟ أيوه، مراتي محاصرني جوا النجع وبراه. واخد الواد همام تحت باطه بيمول بالسلاح. وهو فاكر همام ممكن يعمل له إيه يعني؟ يولي حرب بيننا وبين البندرية. حرب ما تنتهيش إلا وعيلة خلصت على العيلة التانية. وقتها يدخل هو النجع من غير ما حد يقدر يقول له لا. طبيعي. وهمام من ساعة ما جرب القنابل مع العبايدة وهو فاكر إن الحكاية سهلة، لكن وعزة جلالة الله لو فكر لحظة واحدة جرب القنابل دي معانا لكون قطع راسه. يا عمي المهم نقدر نمنع السلاح قبل ما يوصل له. السلاح في يد واحد أهطل زي همام كارثة. وعشان أمنع الكارثة دي وفاك تزرع حشيش تاني. بالطريقة دي يا مناع الخواجة هيقعد يلعبك ويقول على اللي تطيعه. خليه يلعب، يلعبني ولعبه لحد ما لعبه لعبة الموت، وبأمر الله حتكون نهايته. اسمع يا مناع ولدي، ايه رأيك لو تجيب مرتك وعيالك وتيجي تقعدوا معانا هنا في حماية؟ ومرتي وعيالي يعرفوا انك كنت تاجر مخدرات؟ لا يا عمي، الموت علي اهوني. مش عارف اقول لك ايه يا مناع يا ولدي، انت اللي طول عمرك بتقول والعيلة كلها بتتبعك. أنا فكرت وقررت هقسم العيلة نصين، نص معاك أنت وعمر تزرعوا الأرض هنا، ونص معايا أنا عم غاوري وشاهين هنزرعوا أرض النجم. والله وجات لك على الطبطاب يا مغاوري. عشان كده اخترته، وأفهم أنه محتاج فلوس كتير لزوم المباني الجديدة، وعشان كده هنزرعوا زرعتين حشيش لحد من المباني التنم. شغلش بالك بمغاوري، وكان عليه الود ود وتزرعه العمر كله. خليه يفرح يومين ويفكر ان كان عنده حق، لحد ما يعرف في النهاية ان طريق الحق مفهوش ضلال. انا هعود مع مناع، عايز اشوف امي وخالتي، توحشتهم. ما اقدرش احوشك، بس عندي مشكلة مش عارف احلها كيف. لما يجي المقاول والعمال يشتغلوا في البيت مين هيعمل لهم وكل كل يوم؟ وعليك يا عمر، عاوزني اشتغل خدامة للفواعلية؟ انا ما قلتش كده يا نسمة،
أنا قلت عندي مشكلة مش عارف أحلها كيف. لا أنا مش حمل العيشة السودة دي. شوف لك حل بعيد عني يا ولد الناس. إيه جري إيه حسك علي ليه يا نسمة؟ زهقت يا عمي زهقت. يا بنت أنت تتكلمي بالطريقة دي؟ بقول لها مش عارف أتصرف كيف في وكل العمال راحت شايطة. يا عمر يا ولد الكلام ده تتشاور فيه معانا مش معاها، هي إيش دراها؟ عمر كل مقاول يعرف اللي محتاجه هو وعماله، وإحنا هنوفر له اللي يلزمه. عمر عاوزني نخدم الفوا عليه يا مناع. هم متعودين على كده، يعرفوا يخدموا روحهم كويس، وإن كان على الطماطم والخضار الأرض اهي. وإذا عايزين لحمة يا سيدي نجيب ذبايح وندبح، يلا مفيش مشكلة خالص. ولو كان عن نوم الأرض واسعة، هم بيعرفوا يتصرفوا، يعملوا لنفسهم خيام ويناموا فيها. ما تعوليش هم يا ولد. يبقى خلاص، أنا ماليش عيشة وسط الأغراء، أنا هرجع معاكم لأمي وخالتي، ومش هعود إلا معاهم، أنا ما أقدرش أعيش مقطوعة كده يا ناس. روحي مطرح ما يعجبك، أنا عيشتي هنا وأنت حرة. يا عمر صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كل المشاكل دي هتتحل لما البيت يخلص وهيبقى هنا الأساس لينا كلنا. طب روح يا بيه، روح لأمي خليجات وضبي حالك عشان تروح معانا. حاضر يا عمي. يا عمر بالراحة على البيت، البيت معذورة برضك، اتوحدت العمال بطلوا يجيبوا الحريم بتوعهم وهي زهقانة. الساعه الصبح بتقول كلام غير ده، قول إنها عايشة في الجنة وحدها. الجنة من غير ناس ما تنداس يا عمر. ما احنا مش ناس يا بنت الناس، ولا احنا مخلوقين من حجر؟ انت مخصوب، انا ايه اللي يخصبني؟ كتر خيرك يا بنت الناس. يا بنت اكتم يا جلالة الرباية، الرجالة بيتكلم ولازم ترد الكتير. لا اله الا الله، انا اعرف ايه اللي مشجب براسك. هيكون ايه يعني؟ لا اله الا الله. شوف يا بنت ابوي، الخلفة دي رزق من عند ربنا، ولو تأخر شوية مفيش مشكلة، كله بأوان. يلا يا بنت همي كفاياك حديث ماسخ، لما حاجاتك هنمشي سوا. يلا يا بوي، جيت وراي ليه؟ مش قلت لك عايز نلعب شوي؟ همام تهون عليك حبسة أمي دي؟ شوف يا جميلة، أنا قفلت عليها وحلفت عليها 100 يمين إني لو سمعت ليها صوت لكون رميها من فوق الجبل. عجبك حديثي دي ولا ليه؟ يا أخوي دي مش بعقلها، وبعدين لو تحملتها أنا كمان هنتحملك. هتتحمليني فيه؟ مال أنا يا شيخة؟ ده أنا ببلبع السم الهاري عشان أتحملك، تقوم تقولي لها أتحملك؟ روحي روحي كده وانت تسد النفس. اكده طيب يا همام، واديني ما انا قاعده لك في البيت، واخد امي والعيال ونروح على بيت ابوي. غورك الخبط يفك الحم صدرك، ولا ما خلونا انت وامك.